السلام عليكم. تفتح بكجات كثير وحظك خايس؟ اجل خل معك فلوس الستور اللي بتشتريها عشان البكجات، وروح اشتر كاشيو ومهمد واشتر من موقع فيفا يوتي ستور، لانه موقع مضمون 100%. ولا تنسى التخفيض حقي اللي بالدسكريبشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف شلونكم؟ شلون معكم تركلر. اليوم جايب لكم مقطع تفتيح باكجات. راح افك باكجات، لكن راح اطلع لكم افضل 3 باكجات او 4 باكجات، لاني انا اعرف حظي خايس. تروني فكيت من مليون، الحين شوف الرقم كم وصل، يعني شيء يقهر والله، شيء يقهر. ولا طلع ولا لاعب كويس، بس دياغو كوستا اشهد الخايسين ذولا. فبعد ما اوريكم افضل باكجات طلعوا لي 3 او 4، طبعا راح افك بكل اللي عندي. شو اسمه، واعتذر اني ما نزلت مقاطع اليومين او 3 ايام هذه بسبب توني خلصت اختبارات المدرسه يوم وتوني يوم الثلاثاء. بعد ما خلصت الثلاثاء على طول رحت وشو، لا خلصت الاربعاء، معلش خلصت الاربعاء. بعد ما خلصت الاربعاء رحت على طول العصر عشان دور التحصيلي. فاتمنى سامحوني، اروح الدوره، خليني اقول لكم، بس اروح دوره 5:30، اطلع منها الساعه 10:10:30. ذاك نمت، قمت الساعة 7:30، رحت الدورة مرة ثانية، رجعت الساعة 12، ثم رحت أنام، قمت الساعة 5:30 اليوم، ورجعت الساعة 10، ثم رحت عند عزيمة أخوي، ثم رجعت، يعني جدا جدا قروشة، فهمتوا؟ وعندي اختبار السبت تحصيلي، وبكرة الجمعة ما يمديني أنزل مقطع، فالحين الساعة 3، الحين 3، 3 إيه 3، فأبغى أنزل لكم مقطع. فاتمنى انكم تعذروا لي، ما قدرت انزل عليها فيس كام، ودعواتكم السبت اختباري التحصيلي. اتمنى الكومنتات كلها دعواتكم، وتقولوا لي وش اللعبه اللي طلعوا لكم البكجات. وبس راح اخليكم الحين مع البكجات، وبعدها مع فريق اللي طلعوا لي اللعبه، ان شاء الله يطلع لي كريستيانو بس من البكجات هذه. يلا اخليكم مع المقطع. شوفوا كم بكيت يا عيال، حتى صرت اكلج، بتقول بكيت ولا طلع ولا لاعب كويس، ما في لي كوستا، الاشياء ذي الخايسة ذي، يعني مثل ما قلت لكم بنزيما، يعني انا مو الخياس. طيب يا ليل، يلا انا اطمح بالدون، الدون الدون الدون. سواريز 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 سواريز، يا سلام والله العظيم اللي كنت ابغاهم الصراحة، سواريز، ميسي، اجويرو، وكريستيانو. يا الله سواريز بطل، شيء كويس. يلا اول لعب كويس، يا الله هو لاعب كويس يعني هجومي. يا سلام طلع لي ريبيري وطلع روبن. يلا نفك الحين. يا رب يا اخي اشتلف كجاثة، يا يطلع لي لاعب مكرر كويس يا اخي. طب خلوني ابيعه، طيب خلاص خلني اكسب منه على الاقل، خلاص كذا انا بحوظت خسارة. انيستا يا سلام، يا الله يا انيستا، افضل سنة لعب عندي، انا احب لعبه يا اخي. الحين يستو مودريتش، خذ لك وسط قادح او شفاينشتايجر. الحمد لله يا رب فالكاو مره ثانيه كويس، يلا الحمد لله، يلا بكت ذا كويس. اقدر بعد ما طلع لي سواريز ما طلع لي شيء، يعني من غبنا يا شيخ. يلا من ان شاء الله يطلع يلعب زين ان شاء الله يا رب. انا بفك تقريبا الى ان يطلع لي، يجيني 25000، الى ان يجيني فلوسي كذا تصير 25000، ان شاء الله يطلع لي شيء يعني من ار دبليو. سلفا يا سلام، يا الله سلفا 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 سلفا، يس اخيرا يا اخي، يا الله بس انا اطمح اكثر من كذا، لكن يا كويس الحمد لله يا رب، الحمد لله على كل حال. راح اخليه باكج اخير لاني بطفر، ما طلع الا سلفا وسواريز ونيستا، هذول من مليون. وداك كوستا ترى طلع لي بعد، يعني كويس. رايس 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 رايس، والله العظيم اني ادور له، اقسم بالله اني احتاج لاعب ال ام، لانكم تشوفون تشكيلتي بعد شوي. يا سلام يا رايس كويس، خلاص طلع رايس خلاص، يعني صح لما طلع كريستيانو ميسي، لكن خلاص كويس الحمد لله يا رب. باك بحكم كثير طلبوني، قالوا طلال وش اللعيبه يطلعوا لكم بكيجات، راح اوريكم اللعيبه، جميع اللعيبه طلعوا البكيجات. انا اسميه حظ بايخ، لكن ترى اللعيبه كلهم طلعوا لي. ليش حظ بايخ؟ عشان ما في الدون، وما فيها شو اسمه اجويرو، وما فيها ميسي، هذا اعتبر الباقي حظ بايخ، لان كل لعيبه طلعوا لهم الدون وميسي وذا الا انا. فاك تقريبا مليون و600 الف وما طلع لي الدون، وواحد بدون ما يفك جات طلع لي الدون، يعني ام القهر. طيب طيب راح اوريكم فريقي، انا اسمي خارق والله العظيم، ما يحتاج احس الدون، لكن احسه فريق جامد، راح اوريكم تشكيله اللي العب فيها بعد. طيب هذا فريقي،
نبدأ بسم الله من البداية. روبن، فالكاو، نيستا، راح أقول لكم معروفين بس، ريبري، سواريز، أوزيل، شمايشتاجر، فليب لام، نيمار، كافاني، جامدين صح، ديفيد سيلفا، سيرجيو راموس، سيسك فابريغاس، ميلر، كاسياس، بيكي، يايا توري اللي ما ادري كيف لعبه اصلا، ابغى لعبه والله، كومباني، سيتو بوسكيتس اسمه زي كذا ان شاء الله انه اسمه كذا، مودريتش، ماتا، جودزي، تشافانولسو، رايس، من هذا والله ما ادري اسمه امه، جافي او شو اسمه هذا والله ما اعرفه، نجريدو، بيرلو، فيكتور فالدس، كروس، الحارس معروف حق اتلتيكو مدريد، شنايدر، غوميز ثاني، هذا جودزي ذا غوميز معلش شايفك قلت غوميز هناك والله ما ادري، لكن هذا جودزي اصبر نرجع له، هذا جودزي معلش قلت انا اصبروا، هذا جودزي معلش قلت يمكن قلت غوميز ما ادري ما اذكر، المهم جودزي وهذا غوميز وهذا هنتلر اسمه كذا ان شاء الله، ديزيكو، هجوين، اسكو، لفيتزي، في ناس يسمونه لفيتزي، في ناس يقولون لفيتزي ما ادري عاد كل واحد يسميه، بيبي، سلدادو، جودن، ايش اسمه ذا رودريغز اتوقع، اي رودريغز يمكن، مانزوكيتش، بالاتولي، غاندوغان، جاك كوستا، بوفون، ناني، سريق، والله مش اسمهم هذا، مارسيلو، ترى ما اعرف اسامي اللعيبه كلهم يعني لا تشوفون انهم شوي فاهم زي كذا ما اعرف اسامي اللعيبه كلهم، دروغبا، بوتينج، بنزيما، ديخيا، داني، راميريس، لوكاس تعبت، والله ما ادري شو اسمه، جيرارد، هذا اللاعب اللي كنت احبه في شو اسمه كان عندي في الدوري الايطالي نسيت اسمه بعد برضه، هذا الحارس معروف، وزابالتا ان شاء الله، والبا، وبس خلاص سانشيز وايتو والبقيه ما اعرفهم. لكن هذول اي صح هذا دبراين وبس هذول اللعيبه كلهم اتمنى انهم عجبوك اي فرناندينو بعد رونالدينو وفي كاكا بعد كاكا وين كاكا وفي شورلي عندي اوه كويس لك عندي رأي الشباب وفي كاكا هنا وهذا فليب لويز او زي كذا المهم وكاكا وبس الباقيين ما ادري عنهم الصراحه هذا جرفينهم وبس هذول اللعيبة اتمنى انهم عجبوكم الخطة اللي يلعب فيها على السريع بسرعة الحراسة المرمى كونتو توتا ما ادري شو كاسياس ما يعجب لي انه قزوم فهمت عشان كذا هنا راموس هنا بيكي هنا كامباني سريع سريع بس عشان الوقت هنا راح يكون انيستا هنا راح يكون رايس هنا راح يكون ريبري لا لا حطيت وش حطيت عندي شعراوي بعد نسيت ما اوريكم اياه هنا راح يكون لا وين ريبري او الاف لا ما يفهم الخطه في واحد اي هذه هنا يكون ريبري هنا يكون من فالكاو لا مو فالكاو ولا سواريز من بلاتولي وانا كبرتولي سريع 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 الوقت بيسكر المقطع بيسكر لان انا على الاكس بوكس هنا روبن هنا سيلفا هنا مودريتش وين مودريتش وين مودريتش مودريتش وين كمودريتش سريع سريع خلصنا خربطناك هذا مودريتش بس لك عندي ما بطول المقطع اكثر من كذا لان المقطع انا 5 دقايق في الاكس بوكس بس اتمنى عجبتكم التشكيله واتمنى ان عجبكم تفتيح الباكجات وش تبغى وان شاء الله المقطع الجاي الحلقه الثانيه من الوصول للكاس او ايش اسمه نسيت السلسله بعد واتمنى تدعوا لي بالتوفيق في الاختبارات في اختبار تحصيلي يوم السبت عندي اتمنى كلكم تدعوا لي بالكومنتات وتقولوا لي ايش طلع لكم في ايش اسمه في الباكجات وكما كطرك نراكم على الخير ومع السلامه لا تنسوا اللايك المفضله ومع السلامه رفع الرفعات كشفان شفان اشتغل جول بلتلي بلتلي يا سلام يا الله يا بلتلي انه الجنون بعينه يا سلام والله العظيم يا عيال يوم غيرت فريقي وضبطت شوي جاء داعس ما